لينا لم كرنهات مش عارف 12 14 امين شرطه، ودخلوا جوه ال 14 دخلوا جوه بعدها بنص ساعه، في اقل من نص دقيقه في الفتره ما بين ان هم دخلوا الوزاره علشان يتفاوضوا مع السيد الوزير تليفوناتهم اتقفلت. احنا بدل ما كنا بنهتف لا قعدنا تعبنا. انا عن نفسي ما نمتش من يومين. تليفونات مغلقة في الدوري. احنا منتظرين منتظرين ايه هيطلعوا يقولوا لنا ايه؟ منتظرين نتيجه. كلنا قاعدين خلاص بقى كلنا قاعدين يا جدعان. احنا لينا زمايل زملاء لينا دخلوا يتفاوضوا، فاحنا نقعد اللي عايز يروح يتغدى، اللي عايز يروح يشرب شاي، اللي عايز يشرب كوبايه قهوه كده. انا عن نفسي رحت انا واحمد قعدنا شربنا قهوه على قهوه. وفي اقل من بعد اذنك في اقل من 10 واحنا جايين جايين من على القهوه لينا زمايلنا قاعدين على الرصيف على الارض، وزمايلكم اللي دخلوا ما تعرفوش عنهم لسه ما حدش كلمنا. اللي دخلوا جوه الوزاره من المتظاهرين 12 او 14 امين شرطه فقط دخلوا يتفاوضوا، وبعدين ومحترمين الجيش جدا والجيش محترمنا جدا والجيش واقف معانا على فكره ده كل حوار كل ده، واحنا مش عايزين نعمل اي احتكاكات. في بعض الزملاء مننا او بعض الناس عايزه من داخل الوزاره عايزه تسخننا تحررنا ان احنا نخش الوزاره رفضنا. يعني بعض الضباط كلموكوا عشان انتوا تخشوا؟ لا نظام كلام يسخن ان احنا ندخل رفضنا. عملنا ايدينا في ايدين بعض وسدينا باب الوزاره الرئيسي. احنا كنا بنمنع اي حد يحاول يدخل. واول ما تيجي حاجه زي كده تلاقي الكل يقول لك سلميه. دي سلميه يا جماعه، احنا جايين بنطلب بحقنا الشرعيه. مستنيين زمايلنا يطلعوا وما طلعوش. نص دقيقه في اقل من نص دقيقه بصينا لقينا مبنى مولع من الدور الخامس للدور التاسع مولع. مبنى مولع في وقت واحد في وقت في اقل من نص دقيقه. في الاول دخان في اول 10 ثواني دخان طالع. دخان بس. احنا قلنا يمكن حتى مولع فوق السطح في الوزاره حاجه زي كده. لا شويه ثانيه كده بنمشي، احنا جايين من ناحيه لازغلي فمشينا كده. في ناس جوه يعني انت بتقول ان زملائك دخلوا عشان يتفاوضوا مع يتفاوضوا مع السيد منصور. يعني حضرتك انت هل كنتم في معلوماتكم ان الوزير موجود داخل المبنى وقت ال؟ طبعا امال داخلين يتفاوضوا مع مين؟ يعني قيل لكم اتنين لواءات هم اللي جم خدوهم من تحت. اتنين لواءات لابسين ملكي الوزراء هم اللي لابسين ملكي وجم وخدوا كرنيهات. انا كنت رافض طلوعهم، انا كنت رافض طلوعهم لاسباب ان انا عارف ان اساسا المقابله دي غلط بالحوار ده. من بعد الحاجات اللي حصلت دي غلط، غلط الحوار بالطريقه دي. غلط ليه؟ هقول لحضرتك غلط ليه. عشان المفروض اللي يحصل كده المفروض ان احنا طالعين نتناقش مع السيد الوزير. على الاقل يكون في مؤتمر صحفي ان حاجه تثبت الحاجه اللي هتتقال دي. اصلا انا هقنع اللي تحت ده ازاي؟ اشعرفه ايه اللي حصل فوق؟ هكلم كام الف واحد تحتينا؟ يعني انتم مش واثقين في ازاي الحوار هيدور وكنتوا خايفين على زملائكم؟ احنا حضرتك كنا طالبين يعني البعض مننا ان كان طالب ان الحوار ده زي ما حصل مع السيد اللواء محمود وجدي يبقى علنا. ما كانش داخل يبقى علنا يعني. تمام. ده كان علنا في قاعه وجود صحافه وجود تلفزيون محترمه مطالبنا